بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها اللهم لوجهك خالصه ولا تجعل فيها لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الندوه الجديده التي تعقدها اكاديميه انصار النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان زكاه الفطر الحكم والاحكام والتي نستوضح فيها الحكم الشرعيه والمقاصد الشرعيه في تشريع زكاه الفطر كما نستعرض الاحكام الشرعيه المتعلقه بهذه الشريعه الاسلاميه ونستضيف في هذه الندوه فضيله الدكتور وصفي عشور ابو زيد استاذ مقاصد الشريعه الاسلاميه وعضو مجلس امناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك دكتور وشكرا لحضرتك لتشريفنا في هذه فيه. الندوه المباركه اكرمك الله فضيله الدكتور لو بدانا الحديث عن معنى الزكاه وما الفرق بين زكاه الفطر وغيرها من بقيه انواع الزكاه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وبعد في البداية أحييك يا دكتور سميح وأحيي السادة المشاهدين وأبارك للمسلمين في كل مكان شهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وسائر الطاعات إنه سميع مجيب وبعد فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض ومن هذه الفرائض الزكاة. والزكاة انواع الزكاة بشكل عام تعريفها هي يعني تعبر عن معاني البركة والنماء والزيادة وال... وكل هذه المعاني في اللغة، أما في اصطلاح الشرع فهي القدر المخصوص والمنصوص عليه في الشرع الذي يخرجه المسلم عن كل صنف من أصناف المال وفق الشروط الشرعية. هناك لكل كل صنف من اصناف المال قدر قدره الشرع فهذا القدر هو ما يعبر عنه شرعا بالزكاه الاغنام فيها قدر الزروع والثمر فيها قدر العروض التجاره فيها قدر الى الذهب فيه قدر الى اخره اما سؤالك عن الفرق بين زكاه الفطر وغيرها من الزكوات فسبب زكاه الفطر يختلف عن اسباب الزكوات الاخرى وقت زكاة الفطر يختلف عن وقت او اوقات الزكوات الاخرى فالزكوات الاخرى يشترط فيها بلوغ النصاب وحولان الحول والخلو من الدين بينما لا يشترط هذا في صدقه الفطر وانما يشترط فيها دخول الشهر والافطار. وهذا هو هو السبب يعني قد يطلق البعض على السبب شرطا من باب المجاز لكن الاصل ان السبب غير الشرط. وكذلك الوقت فوقت صدقه الفطر هو في رمضان اما الزكوات الاخرى فقد تكون في رمضان او في غير رمضان بحسب وقت الاخراج يعني. فهذا بشكل عام هو الفرق وهناك ايضا الاهداف مختلفه. والمصارف ايضا مختلفة نعم سناتي لهذه نعم. الله سبحانه وتعالى. طيب جميل دكتور بالحديث عن زكاه الفطر كذلك، ما هو حكم زكاه الفطر؟ وما هي الحكم والمقاصد الشرعيه من تشريع هذه الشعيره الاسلاميه؟ نعم اخرج الجماعه البخاري ومسلم واصحاب الكتب السنن الاربعه واحيانا يضيفون الى الجماعه الامام احمد بن حنبل بسندهم جميعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وهذا اللفظ فرض يدل يعني من اوضح الفاظ الوجوب وكلمه على التي تفيد الاستعلاء ايضا يستفاد منها هذا الوجوب، فزكاه الفطر هي واجبه من واجبات الشرع، والاحناف طبعا يفرقون بين الفرض والواجب، فهي عندهم واجب وليست فرضا، اذ الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلاله، وهذا الحديث هو من احاديث الاحاد فهو عندهم ظني الثبوت، وبقيه الفقهاء يرون انها فرض ولا يفرقون فيه بين الفرض والواجب. فهذا هو الحكم الشرعي لزكاة الفطر. أما المقاصد أو الحكم التي شرعت لها زكاة الفطر فهي في رأيي تتلخص في مقصدين كبيرين. المقصد الأول هو مقصد إيماني تربوي وهو أن الزكاة زكاة الفطر عبارة عن تطهير للصائم مما وقع فيه من رفث القول أو لغو الحديث أو يعني إكمال ما وقع من نقص في هذا الصيام. الانسان لا يصوم صوما كاملا بطبيعه الحال، للطبيعه البشريه و... وان الانسان لا يمكن ان يبلغ الكمال الا بما يوصف بالكمال الانساني. لكن الكمال التام الذي اراده الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يصله انسان الا اذا كان نبيا. فمن هنا يحدث للانسان نواقص في الصوم، قد يغتاب، قد يتعرض للكذب، قد يقع منه ما ليس يليق بالمسلم. قد يقول قولا سيئا، قد يقبح القول للنا للبعض قد يتصرف قد يظن ظنونا غير غير سليمه وهكذا فهذا كله يعني ينقص من اجر الصيام ومن ثم تاتي زكاه الفطر لكي تقوم بدور التكميل او الجبران الجبران كما قال وكيع بن الجراح ان صدقه الفطر للصوم كسجود السهو للصلاه سجود السهو بيجبر نقصان الصلاه والخطا فيها خطا في في النوافل يعني وليس في الفرائض والاركان في الصلاه فكذلك زكاه الفطر تقوم بهذا التكميل فهي تطهر الصائم تقوم بعمليه تطهير للصوم احيانا يعلق بالصوم ما ليس منه او ما لا يجوز ان يعلق به او يتصل به فتيجي زكاه الفطر تنظف هذه هذه العباده وتجعلها نقيه طاهره تصعد إلى الله تبارك وتعالى وهي جميلة وهي نظيفة وليس فيها ما يكدرها ولا ما يعكر صفوها. ثم المقصد الآخر أو الحكمة الأخرى وهي حكمة اقتصادية اجتماعية وهي تتعلق بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، اخرجه الدار قطني رحمه الله تعالى وقال ليس في سنده مجروح هذا الحديث. واخرجه البيق البيهقي واخرون يعني عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا هذا الهدف الهدف الثاني او المقصد الثاني وهو هدف اجتماعي يتعلق باطعام المساكين. يتعلق بسد خلة الفقراء يتعلق بإدخال السرور عليهم لأن إطعامهم سيدخل السرور عليهم ومن ثم هذا هذا يوم يوم الفطر هو يوم العيد يوم عيد يوم سرور يوم فرحة يوم بهجة فلم يرد الإسلام أن يمر هذا اليوم يفرح فيه كثير من المسلمين أو غالب المسلمين وتبقى بقية التي هي تحتاج إلى الإطعام وإلى إدخال السرور في حزن وفي حالة عوز أو في حالة حاجة أو في حالة ضيق أو مشقة أو حرج وهم في يوم فرح وسرور ففرض الله تبارك وتعالى زكاة الفطر على, على, على من ذكرناهم لمن ذكرناهم من الفقراء والمساكين لكي يتم سد خلتهم في هذا اليوم ولكي يدخل السرور عليهم فيعيشوا سعادة هذا اليوم كما يعيشه المسلمون نعم اذن دكتور اذا كانت زكاه الفطر شرعت من اجل تطهير او من اجل جبر تقصير الصائم في رمضان وكذلك من اجل ادخال السرور على المساكين والفقراء بين يدي العيد هل نستطيع ان نقول ان وقت زكاه الفطر يتعلق بهذه الفتره الزمنيه المتعلقه بنهايه مده صيام المسلم وبين يدي العيد ام ان وقت زكاه الفطر اوسع من مجرد قبل العيد بيوم او او يومين نعم فقط قبل ان يعني نتطرق لهذا الاجابه عن هذا السؤال مساله ان زكاه الفطر تجبر ما وقع في الصيام من مشاكل هذا ليس مدعاه لان يقول الناس اننا يعني لا مشكله من التقصير وكذا وزكاه الفطر ستجبر لا الانسان يجتهد ان يصوم صياما كاملا وبحكم الطبيعه البشريه سيقع فيه نقص غير غير متعمد سيقع نعم. عن طريق الخطا عن طريق السهو عن طريق الطبيعه البشريه المقبوله على الوقوع في الذنوب والمعاصي لكن لا يتعمد الانسان ان يقصر في الصيام استنادا واعتمادا على ان زكاه الفطر سوف تكمل نعم. ما وقع من, من نقص او او ما وقع من خلل ناتي للسؤال سؤال الوقت نعم. متى تجب زكاه الفطر اذا استصحبنا المقصود من زكاه الفطر وهو تطهير الصائم او صيام الصائم مما وقع فيه من لغو ورفث. واطعام المساكين في هذا اليوم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث اخرجه قطنية ايضا والبيهقي وغيرهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم في هذا اليوم. وفي روايه اغنوهم عن طواف هذا اليوم، يعني لا تحوجوهم لان يطوفوا على الناس ليطلبوا الصدقه. فإذا استصحبنا هذا الهدف وهو مقصد منصوص من النبي عليه الصلاة والسلام ودي أعلى درجات المقاصد أن تكون منصوصة من الشارع فلا بد أن تدور الأحكام وتدور ونفهم خلاف الفقهاء في هذا الضوء في, في ضوء المقاصد الإضاءة التي تعطيها المقاصد والنور الذي تنير به الأحكام هذا يجب أن يستصحب ونحن نتحدث عن الأحكام الشرعية فالفقهاء طبعا هناك هناك من اوجب هناك وقت وجوب ووقت استحباب. وقت الوجوب اللي هو ما قبل صلاة العيد. يعني من غروب آخر يوم، من غروب شمس آخر يوم إلى ما قبل صلاة العيد. ليه؟ لأن هذا الوقت هو الذي سي يعني العيد سيبدأ. يعني من مغيب آخر يوم من رمضان، مغيب شمس آخر يوم من رمضان، يبدأ العيد، ليلة العيد. وبعد كده صلاة العيد خلاص ينتهي بذلك وقت. إخراج زكاة الفطر لماذا؟ لأنه ده اللي بيحقق الهدف من زكاة الفطر نعم. وهو أولا نحن أفطرنا خلاص انتهى رمضان فنحن نخرج الزكاة في هذا الوقت لنطهر ما مضى من الصيام ونخرجه أيضا في هذا الوقت لتحقيق إطعام المساكين وإدخال السرور عليهم في هذا اليوم نعم. تمام؟ ولهذا غالب خلاف الفقهاء قائم على هذا ومنهم من قال قبلها بيوم ومنهم من قال بيومين وبثلاثة أيام لماذا هذا الاختلاف؟ لأنه الفقير قد يحتاج أنه يذهب للسوق قد يحتاج أنه يقضي بعض الحاجة بما بما يعني قد يحتاج أنه يطبخ الطعام الذي أتاه أو من الحبوب أو أنه يطحن أو يعمل أو كذا فكان خلاف الفقهاء غالب الفقهاء يدور حول هذا حول هذا المعنى الذي يحقق مقصود الزكاه زكاه الفطر لكن هناك راي عند الحنفيه هناك راي ايضا عند الشافعي يجيز اخراج زكاه الصيام زكاه الفطر من اول رمضان لانه العله عله زكاه الفطر عندهم الصوم والافطار مع الصوم بدايه صوم رمضان والافطار اللي هو الافطار في النهائي في رمضان أفطروا من رمضان لا. فمتى متى توفر سبب من الاسباب جاز الـ جاز الـ الاخراج لا. هذا عند الشافعي لكنه يعني لا لا اراه رايا راجحا لانه يتعارض مع المقاصد المنصوصه والهدف من زكاه الفطر نعم وهناك راي في الحقيقه انا يعني استغربه جدا واتعجب له جدا وهو راي الاحناف او يعني من من اراء عند الاحناف يعني رأي من آراء الأحناف يقول إنه يجوز إخراجها قبل رمضان. وقالوا حتى قبل سنتين من رمضان. آه وقبل عام من رمضان، لأن العلة عندهم هي الرؤوس، إن زكاة الفطر تخرج على الأفراد. تخرج على الرؤوس، رؤوس أفراد الناس. نعم. الأبدان. آه وطبعاً هناك هناك يعني جدل داخل المذهب إن هذا طبعاً هذا الرأي. قيل انه من ظاهر الروايه وهناك يعني تقديم باطلاق تقديم وقت الاخراج باطلاق يعني سنتين ثلاثه ما في مشكله ووجد ان هناك على طره حاشيه ابن عبدين طره يعني اللي هو الهامش الجانبي هذا بانه القول بعدم في نسخه من النسخ مكتوب فيها كلمه بعدم بعدم الاطلاق يعني لا لا يطلق القول بالتقديم لانه اولا هذه العله عله ان هي الرؤوس غير مضطردة هناك صور من احكام الحكم الشرعي اذا ما تتبعناها وجدنا ان الحكم لا لا يسير مع مع علته آه وكذلك هذا يفوت المقصود من زكاه الفطر بلا شك يعني انا اذا اذا اخرجت زكاه الفطر حتى في اول رمضان ماذا سيفعل الفقير يوم العيد نعم هناك 30 يوم في رمضان او 29 يوم اكيد الزكاه اللي وصلته في اول رمضان سوف ينفقها ويصرفها على نفسه وعلى اولاده ومن ثم يفوت المقصد من زكاه الفطر الذي اختلف من اجله الفقهاء في المده التي هي قبل العيد يومين يوم ثلاثه ايام الى اخره فالراجح والله اعلم بل الصواب في رايي ان زكاه الفطر يجب ان تخرج في الوقت الذي يتحقق به هدفها لانه احنا عندنا مثلا وربما ياتي السؤال عندنا الان جمعيات تقوم على الزكوات او الدوله المسلمه التي تقوم على جمع هذه الزكوات زكاه الفطر وانفاقها في في عند مستحقيها فهذا الجمع هذا الجمع من الدوله او من الجمعيات المتخصصه في هذا يحتاج الى وقت ويحتاج الى ترتيب وتدبير ويحتاج الى تنظيم واداره داخل المؤسسات ويحتاج الى حصر المحتاجين عندها واصحاب الحق في هذا وابلغهم حقوقهم، فهذا يحتاج الى وقت. فلو قلنا انه انه ده ايضا يعني هذا الاجراء الاداري يؤثر على الوقت، وقت الاخراج. هناك مؤسسات قد قد تستغرق اسبوعين او ثلاثه اسابيع من اجل ترتيب وتنظيم اخراج زكاه الفطر، فيجوز ان يخرجها المسلم في هذا الوقت لانها ستخرج في في الوقت المحدد المحقق لهدفها. الجمعية مثلا أي جمعية من الجمعيات ستأخذ المال قبل العيد بثلاثة أسابيع أو من أول رمضان وهنا نعمل رأي الشافعي لأنه سيتيح للجمعية أو للدولة أنها تأخذ وقتها في تنظيم الأمور وفي جلب هذه الزكوات واستقبالها وفي التراتيب الاداريه الموجوده داخل المؤسسه او داخل الدوله او داخل بيت المال ايا كان المسمى، ثم بعد ذلك توصلها لاهلها، فبحسب المده المستغرقه او التي يستغرقها التنظيم الاداري وجلب الزكاه واستقبالها وتنظيمها وترتيبها بحيث انها تخرج في وقتها الذي يحقق هدفها وهو اغناء الفقير واسعاده في هذا اليوم. بالحديث يا دكتور عن قضيه الجمعيات وخلافه ربما كان السؤال سيأتي متاخر لكن طالما الامر ذكر فلعلنا نعجل السؤال بالحديث عن الوكاله في اخراج الزكاه، لا. يعني الان الجمعيات ربما بعض الجمعيات يكون عندها الداتا او عندها رفع الواقع الخاص بالفقراء فها. والترتيب والتراتيب الاداريه جاهزه، م. ماذا لو انا دفعت زكاه الفطر لجمعيه من الجمعيات ليله العيد؟ وهذه الجمعيه لم توصل هذه الزكاه للفقراء او لمستحقيها الا بعد صلاه العيد. نعم. فالجمعية في هذه الحالة هل هي وكيلة عني أنا كمزكي أم هي وكيلة عن الفقراء يعني الأصل في البداية أن يخرج المسلم زكاته بنفسه وأكيد كل مسلم على وجه هذه الأرض حوله مساكين وفقراء نعم. فالمسلم حتى يطمئن ويخرج من هذا الجدل والخلاف ويخرج من احتمالية أن يكون هناك إشكال إداري داخل الجمعية أو غيره فيخرج زكاته بنفسه سواء زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات ولكن إن أراد أن يوكل طبعا تجوز الوكالة في الزكاة يوكل جمعية معينة أو يوكل جهة في في دولة يعني جهة مأمونة عليه أن يتحرى هذه الجهة وأن يستوثق من أن هؤلاء موثوق به وأنهم يتقون الله سبحانه وتعالى في المال ويوصلون هذه الزكاة إلى أهلها وإلى مستحقيها يجب أن يتحرى المسلم إن عجز أو إن لم يجد من الفقراء من يدفع لهم فعليه أن يوكل جمعية أو أي جهة تقوم بهذا الأمر، لكن عليه أن يستوسق من موثوقية هذه الجهة، ومن أنها تتقي الله في في ذلك. طيب إن حدث آه إن حدث آه شيء ما أدى إلى أن هذه الجهة جمعية أو أي وزارة أو أي جهة في أي بلد أخرت إخراج الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد. في هذه الحالة هناك تفصيل. إذا كان السبب منها، فيقع الإثم عليها. والذي أخرج زكاته لا إثم عليه، هو خلاص يعني بلغ الأمانة وأدى ما عليه وأجره عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، وصيامه إن شاء الله يعني مطهر من اللغو والرفث وقد حقق الغرض. لكن الإثم في هذه الحالة إن كان هناك تقصير من الجمعية أو من أي جهة من أي جهة من هذه الجهات فيقع الإثم عليها. أما إن كانت هناك جائحة او كان هناك سبب خارجي خارج الاراده فهذا يعني معفون عنه ان شاء الله وللجمعيه الاجر على ما بذلت وما تلقت وما نظمت وللمزكي ايضا اجره ان شاء الله تبارك وتعالى جميل دكتور اذا عرفنا ان وقت زكاه الفطر ينتهي بصلاه العيد نعم ماذا يجب على من لم يخرج زكاه الفطر قبل صلاه العيد اذا جاء وقت صلاه العيد وهو لم يخرج الزكاه ما الذي يترتب عليه الذي يترتب عليه أن, أن, أن تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد حرام نعم. هذا هو الحكم الشرعي والحرام معروف تعريفه معروف عند الأصوليين هو ما يأسم فاعله ويساب تاريخه ده تعريف الحرام فطيب ماذا يفعل أولا هو آسم لأنه هو سيعاقب يوم القيامة وقد يعاقب في الدنيا ماذا يفعل؟ هل تسقط زكاة الفطر عنه؟ لا تسقط زكاة الفطر عنه وإنما هي متعلقة بزمته والصيام لا يصعد إلى الله تبارك وتعالى إلا, إلا إذا تم دفع زكاة الفطر فعليه أن يدفعها قضاء زي ما احنا بنقضي الصلوات وبنقضي الصيام اللي احنا متأخرين فيه وبنعمل حاجات كثيرة قضاء فإذا هناك قضاء لزكاة الفطر عليه أن يدفعها لكنه سيكون هذا الدفع مع الإسم نعم طيب في حال دفعها بعد صلاة العيد هل م. تعتبر بذلك الزكاة المفروضة أم أنها تعتبر صدقة من الصدقات ويعني أه. يتحصل له ما يتعلق به تقصير الجبر يعني السياني. في الحديث الذي ذكرناه آنفا هناك رواية فيها تكملة بأنه من أدها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات يعني هناك طبعا كلام للفقهاء في صدقة من الصدقات يعني بعضهم قال انها يعني خلاص لا تجزئ مر الوقت وانتهى نعم. وتعتبر صدقه ولا ولا لا, لا عوض ولا قضاء وهناك من قال بأن كلمة صدقة هنا يعني الزكاة يطلق عليها صدقة في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه خذ من أموالهم صدقة وقالوا أنه يعني تجزي إن شاء الله ولكن مع الإسم بسبب التأخير نعم حسنا دكتور إذا انتقلنا الآن الحديث على من تجب عليه زكاة الفطر زكاة الفطر تجب كما نص الحديث تجب على المسلم أولا لا تجب على غير المسلم ولا تجب على الصغير والكبير الحر والعبد والذكر والانثى الحديث قال من المسلمين من المسلمين وده من من معالم الاختلاف بين زكاة الفطر وغيرها من الزكوات أيضا زكاة الفطر أولا بتجب على على الأبدان على الأشخاص على الرؤوس وزكاة الأموال تجب على الأموال نعم. تجب على الأموال وليس على الرؤوس فهي يعني منصوص عليها في السنة النبوية في حديث صح... هذا الحديث الصحيح وتجب على المسلم، هناك خلاف طبعاً هل تجب على الصائم أم تجب على لا تجب ولا تجب على غير الصائم، هناك يعني هناك بعض الخلاف في هذا لأن بعض العلماء ذهب إلى أن من لم يصم لا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة مشروعة لتطهير الصائم من اللغو ورفث وهذا لم يصم نعم. فقال قال العلماء وهم جماهير العلماء قالوا إنها خرجت على الغالب طهرة للصائم يعني غالب المسلمين يصومون فخرجت عليه ولا يلزم من هذا أنها لا تجب على غير الصائم فهي تجب على المسلمين أجمعين والذي يخرجها هو من يتولى نفقة هؤلاء على من يمونهم تجب على من يمونه منه على من يمونه يعني أنا عندي زوجة وعندي أربع أولاد عشر أولاد خمستاشر ولد فيجب علي أن أدفع عليهم جميعا لأن هؤلاء أو عندي خادم في البيت أو خادمة في البيت يجب أيضا أن أدفع وأتولى عنه ذلك لأنه أنا أنفق عليه أنا أتولى أمره فكل من أتولى أمرهم أنفق عليهم أمونهم كما في النص يجب علي أن أخرج عنه طيب هل هذا الكلام على اطلاقه هكذا دكتور ماذا عن الفقير الذي لا يجد ما يخرجه لزكاه الفطر ماذا لو نعم. لو رجل من المسلمين لديه 15 ولد 20 ولد نعم. ولا يستطيع ان يخرج عن كل هؤلاء نعم هذا استدراك جيد يعني لانه هناك حد حد ادنى للفقير الذي يخرج زكاه الفطر هذا الحد الادنى ان يتوفر لديه طعام يومه وليلته او الاصول اصول الحياه متوفره لديه الضروريات متوفرة لديه، السكن موجود، الطعام والشراب موجود ليوم العيد وليلته فقط، لماذا؟ ما الحكمة من هذا؟ قد يقول قائل يا أخي حرام عليك، أنت ليه توجب زكاة الفطر على واحد غلبان عنده بس أكل وشرب يوم واحد؟ لأنه الإسلام الإسلام يريد يريد أن يعلم المسلم أن تكون يده العليا ولو يوماً واحداً في السنة. مش طول الوقت قاعد يستقبل ويأخذ ويستمرئ هذه الحاله ان ياخذ ولا يعطي لابد ان يدفع ان يتعود الانفاق اليد العليا خير من اليد السفلى لابد ان يتذوق هذا المعنى آآ 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 لابد ان يعطي وان ينفق وان يقاوم شح نفسه وان يشعر انه يعطي وانه يدخل السرور على الناس وانه يطعم الناس هناك من لا يجد قوت يومه الان واقل من هذا بكثير هناك من يصبح يعني يصبح عليه الصباح ولا يدري ماذا سيفطر ولا يدري ماذا سيكون غداء أو عشاء ولا يدري اليوم الثاني ماذا فعل ماذا الله فاعل به فهنا الحد الأدنى أن يتوفر لديه طعام يوم, يوم العيد وليلته ويكون عنده أصول الحياة متوفرة يعني يكون عنده سكن يكون عنده الحاجات اللازمة لضروريات الحياة لضروريات الحياة قد يكون هناك واحد ليس عنده قوت يوم وليلة فتأتيه زكاة الفطر فيبلغ النصاب نصاب اليوم والليلة عنده خلاص يبقى يجب عليه أن 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 يدفع وفي هذه الحالة خلاص بقى يعني بدا لا لا يدفع له المسلمون زكاة فطر لأنه خلاص يعني خرج خرج عن حد الفقير والمسكين. لأنه زكاة الفطر أيضا تخرج للفقراء والمساكين وهذا فارق آخر بين زكاة الفطر وغيرها من الزكوات. فقهاء الشافعية قالوا إن مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة وغالب الفقهاء من غير الشافعية قالوا إن مصارف زكاة الفطر تنحصر في الفقراء والمساكين فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم من اللي بيطوفوا الفقراء والمساكين ها. تمام اللي هم بيدوروا على الأكل دوروا على الطعام والشراب فهؤلاء يعني ومع هذا لا نضيق واسعا، قد ياتي وقت على المسلمين يحتاج فيه المصارف الاخرى الى زكاه الفطر او يكون ليس عندهم الحد الادنى من 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 الحياه يعني وضروراتها، لكن الراجح في الاحوال الطبيعيه ان تخرج زكاه الفطر للفقراء والمساكين. طيب دكتور حتى نستوضح هذه النقطه بشكل اكثر تفصيلا، الان فقير ليس لديه في ليله العيد قوت يومه وقوت عياله. وجاءه في ليلة العيد يعني هو أصل ماله لا يكفي قوت يومه وقوت عياله ولكن جاءه في ليلة العيد ما يكفيه ربما ليومين أو ثلاثة مم. هل إخراجه لزكاة الفطر هنا عن عدد الرؤوس الذي هو يقوم على عياله واجب نعم. واجب وجوبا نعم واجب عليه بالتأكيد نعم ماذا لو لم يتح له الوقت يعني ربما يأتيه هذا المال قبيل صلاة العيد قبيل صلاة العيد مباشرة فهو لم يكن لديه قوت يومه ولكن جاءه قبال صلاه العيد ما يكفيه ربما ليومه او يومين والله هي دي تنضبط بالوقت، هل الوقت الباقي يكفي ان يخرج ام لا؟ آه اذا كفى يعني يخرج وان لم يكفي فخلاص يعني لا لا, لا اسم عليه. حسنا دكتور، الان آه لو اردنا ان نتحدث عن ما هو الواجب اخراجه في زكاه الفطر وما مقدار هذا الواجب؟ اه الواجب اخراجه كما في حديث ابن عمر الذي ذكرناه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان، وهذه العبارة إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً الفطر من رمضان يبقى لابد أن تخرج الزكاة في رمضان وليس قبل رمضان، هذا لا. أيضاً دليل آخر يعني. زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، ما هو الصاع؟ حتى يعني يفهم المشاهد. الصاع هو أربع أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام أربع عبوات من هذا الحفان يعني طيب الأربعة دول عبارة عن إيه عبارة عن 2 كيلو مية 156 جرام وبعض الناس قالوا 2 كيلو نص وبعضهم قالوا 2 كيلو 600 جرام خلاص فهناك تفاوت في تقدير, تقدير الصاع فلو قلنا يعني رقم يخرجنا من من الخلاف والاختلاف التقديرات 2 كيلو ونص من التمر او من الشعير هذا هو القدر الواجب وده ترجمه الصاع ما معنى الصاع؟ الصاع هو اربعه امداد بمد النبي عليه الصلاه والسلام وتقريبا المدين بيزيدوا عن كيلو قليلا يعني المدين الحفانين دول بيزيدوا عن كيلو قليلا ف 2 كيلو وربع 2 كيلو ونص أه وده يعني يجعله نطرح سؤالا اخر وهو هل يجوز ان الانسان يزود؟ نعم نعم يجوز ان هو يزود يزود يعني حتى يخرج من من يعني يخرج من من الشك انه هل هو ادى ولا لا او يخرج من خارج الخلاف حول التقدير هل هم 2 كيلو 156 جرام ولا 2 كيلو وربع ولا 2 كيلو ونص ولا 2 كيلو و600 جرام فهو اذا اخرجت زياده بحيث الخروج من الخلاف مستحب يخرج وحتى لو زود لو زود ما في مشكله ويعني الذي يعني يزيد يزيد الله سبحانه وتعالى له. دكتور هل الامر قاصر على صاع من شعير او صاع من تمر؟ في حديث ابي سعيد الخدري كنا نخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. نعم. فالامر اذا يعود الى قضيه الطعام بغض النظر عن كونه ورد في الحديث اللي ذكرت شعير او صحيح. هو طبعا انا ذكرت هذا الحديث لانه هو الـ في الباب يعني. الحجه في الباب والاصل في الباب وابن حزم استدل بهذا الحديث على حرمه اخراج اي نوع اخر من انواع الطعام فضلا عن المال نعم. يعني هو قصر ابن حزم ومعه يعني بعض الـ بعض الفقهاء الاخرين يعني ليس من المذاهب الاربعه طبعا قصر على التمر والايه والشعير فقط طبعا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذين الصنفين لأن هذين الصنفين كان هما الشائعين في المدينة في المنورة ونحن نعلم طبعا أن زكاة الفطر فرضت في العام الثاني من الهجرة مع رمضان نعم. أو رمضان كان فرض اثنين هجرية وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات ففرضت زكاة الفطر مع أول رمضان وهو في السنة الثانية لهجرة وكان في هذا الوقت الشائع من طعام المدينة هو التمر والشعير قد يكون في بلاد أخرى غير المدينة في ذلك الوقت أطعمة أخرى أصناف أخرى ولهذا أخرج الصحابة أخرجوا القمح وأخرجوا الأقط والزبيب والدقيق كل هذا ثابت عن الصحابة وأخرجوه زكاة للفطر فدل ذلك على أن التمر والشعير ليس حصرا وإنما غالب قوت البلد كما قال الفقهاء فمتى كان قوت البلد حتى اللحوم الفول الالبان اي اي شيء هو الرز اي شيء من غالب قوت البلد مما ياكله الناس فهذا يجوز ان يكون زكاه للفطر طيب دكتور مما ياكله الناس ام مما ياكله المزكي يعني ربما يكون بعض الطبقات الاجتماعيه غالب طعمها اصلا في طبقة يعني ما يعرفون الفول ولا العدس ولا الفاصوليا ولا هذه الأصناف من الطعام فغالب م. طعمهم في طبقة مرتفعة هل هذا مخاطب ان هو يخرج زكاه الفطر من نوعيه الطعام الذي ياكله ام ان هو من غالب قوت الناس؟ والله الامر يدور هنا على اسعاد الفقير وكفايته وكفايته حاجته وسد الخله له. فمتى تحقق ذلك باي صنف من الاصناف جاز. لكن آه. الانسان ما ما بقى يعني مثلا انا هجيب تمر. ما اروحش اجيب تمر من اردى انواع التمر. نعم. آه. في تمر مثلا ب 5 دولار. وفي تمر بنص نصف دولار او انا سيب ابو خمسة ورايح اجيب من ايه ابو نصف دينار لا انت ستضع هذه الصدقة في يد الله سبحانه وتعالى فيجب ان ولذلك القرآن الكريم قال من من اوسط ما تطعمون يعني ايه من اوسط ما تطعمون هذا ليس في زكاة لكنه عام عام يعني من اوسط ما يعني من اجود الاوسط هنا معناه من الاجود مش واحد ساعات بياكل لحمة وساعات بياكل مش او فول يقوم مطلع اللي في النص بقى يجيب مثلا فاصوليا وبتاع لا أوسط هنا معناه الأجود. الأجود الطعام يخرجه الإنسان، وطبعاً ما فيش فقير لا يأكل أجاويد الطعام ولا أوسط الطعام. ما دام بني آدم هياكل، نعم. هياكل الطعام الجيد الأفضل، فعلينا أن نقدم الأفضل للفقير حتى يكون ذلك أدعى إلى مزيد من السرور والسعادة له في هذا اليوم. نعم، ربما الآن ننتقل للحديث عن السؤال الأكثر إثارة للجدل وهو ما يتعلق بجواز اخراج زكاه الفطر قيمه من عدمه نعم آه طيب مساله اخراج القيمه بالفعل عليها جدل كل سنه وهناك معركه بتثار آه قبل العشر الاواخر وفي العشر الاواخر من رمضان حتى يعني شوف الحس العام بتاع الناس يدل على ان وقت اخراج زكاه الفطر هو في اواخر رمضان ولذلك الجدل بيصار فين في هذا الوقت في اواخر رمضان فنقول وبالله التوفيق انه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر آه التمر وذكر الشعير. هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يقصد قصدا التمر والشعير ولا كان يقصد المقدار؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يقصد المقدار والدليل على ذلك ان القمح معاويه رضي الله تعالى عنه اخرج منه نصف صاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أقل من صاع في حبوب أخرى أغلى ثمنا من التمر والشعير والله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم فالأصل في الزكاة بشكل عام المال سيدنا معاذ بن جبل حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له ولأبي موسى الأشعري يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا وقال له مما قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل فماذا فعل معاذ؟ راح معاذ لليمن لقى هناك ناس ثانيه بيئة أخرى حضارة أخرى اليمن كانت في عز المجد في هذا الوقت وكان المسلمون في المدينة في ذلك الوقت ما زالوا ما زالت جماعة صغيرة تحتاج إلى إلى مقومات الحياة بشكل عام فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل مات في الثلاثينات من العمر، م. عنده بضع وثلاثين سنة. آه ولذلك هذه المسألة تحتاج إلى بحث يعني لماذا ما لم يقل حتى أعلم الصحابة، يعني قال أعلم الأمة. أعلم بما فيهم الأيام الأربعة وفيهم الأيام اللي أتوا بعد ذلك وإلى قيام الساعة، أعلم الأمة وهو بضع وثلاثين سنة مات. ما السر في هذا؟ يحتاج إلى بحث. المهم. فمعاذ بن جبل راح لأهل اليمن فقال لهم: أيتوني ب خميص او لبيس فإنه ايسر عليكم وانفع لأهل المدينه. ايتوني بعرض خميص او لبيس، عرض مفرد عروض او عروض وهو ما سوى المال. يقول لك العرض الزائل، العرض هو يعني من متاع الدنيا ما سوى المال. ان كان عندك لبس، ان كان عندك اي شيء اخر للانتفاع به يجوز. طيب الزكاه في, في ذلك الوقت كانت أين تذهب؟ إلى المدينة إلى المدينة، مين اللي كان قاعد في المدينة؟ رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر على معاذ؟ لم يرد لم يرد هذا ولم يحدث أصلا حتى يرد ومعاذ لم يتهمه أحد من الصحابة ولا اتهمه النبي عليه الصلاة والسلام أنه معارض للسنة ومخالف له وخارج عليه مما نسمعه الآن ممن يفسقون ويبدعون يقول لك من ضمن الكلام اللي بيتقال برضه يقول لك هذا قول النبي وهذا قول أبي حنيفة أولا يعني دي هذه مغالطة وثانيا فيها فيها سوء أدب كأنه وضع أبو حنيفة في كفة والنبي عليه الصلاة والسلام في كفة الله. وضع أبا حنيفة معارضا للنبي عليه الصلاة والسلام محادا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن أبا حنيفة لم يقل وحده بهذا أولا معاذ بن جبل اخرج يعني جاب جاب يعني ما لم ينص عليه النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه هو فاهم مراد النبي عليه الصلاه والسلام. ثانيا ان الذين قالوا بالقيمه ليس ليس ابا حنيفه فقط هم كثر عمر بن عبد العزيز سفيان الثوري ابو ثور سعيد بن المسيب الامام البخاري الامام البخاري اللي هو اصلا طول الوقت بيخالف الحنفيه ابن رشيد في في فتح الباري الامام ابن حجر اورد مقوله له يقول والامام البخاري معروف بمخالفته للاحناف لكنه اتفق معهم في هذه المساله قال قاده الى ذلك الدليل الامام البخاري اللي هو يعني معروف البخاري لن نتكلم عن البخاري ايضا هناك من الشافعيه من قال هناك روايه عن الامام احمد هناك اقوال ابن تيميه وابن القيم هناك من المالكية أيضا ابن حبيب وعدد من فقهاء المالكية أجازوا, أجازوا هذا ثم إن الذين يعني يحرمون القيمة إخراج الزكاة زكاة الفطر قيمة نقول لهم عليكم أن تقتصروا على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقط فلا تخرجوا إلا التمر والشعير لا تخرجوا سوى ذلك طيب انا دلوقتي لما اجيب شعير للفقير الشعير ده لسه محتاج طحن محتاج تنظيف محتاج يروح المكنة علشان مكنة الطحن عشان يطحن طيب انا هاخد الشعير اروح لمكنة الطحن والتنظيف هعمل ايه هدفع فلوس طب انا انا محتاج انا فقير ومحتاج هدفع ليه لو دفعت فلوسي يبقى انا كده فات المقصود او اروح ابيعها لواحد تاجر ياخدها مني بربع الثمن او بسمن الثمن او بنصف الثمن واروح اشتري بيها حاجات بأسعار مرتفعه يبقى انا الخسران والتاجر هو ال ال الكسبان. هيقول لي يا اخي النبي قال لازم نتبع السنه. طيب هم الصحابه دول كلهم ما كانوش بيتبعوا السنه؟ ابو اسحاق السبيعي هذا من ك من كبار التابعين. ولد سنه 33 هجريه. يعني ادرك الصحابه. نعم. قال ادركتهم وهم يخرجون القيمه من زكاه الفطر. ادي ابو ابو اسحاق السبيعي اللي بيروي عن مين؟ أصحابي. عن الصحابة هو من كبار التابعين وقد وصفه علماء الرجال بأنه أصدق أهل زمانه خلاص فعندنا علماء كثيرون قالوا بهذا ثم إن الشرع الشريف في المقدرات بشكل عام في الكفارات في النزور في الحدود يبين المقدار ثم بعد ذلك يختلف المخرج من هذا بحسب طبيعة الزمان والمكان وبحسب ما ينفع الناس يعني مثلاً ما هي دية القتل الخطأ؟ 100 ناقة. نعم. خلاص؟ أنا دلوقتي لو قتلت واحد قتلا خطأ لا قدر الله. هروح أجيب 100 ناقة أسحبهم ورايا وأجيبهم لأهل الإيه؟ الميت. الناس يقولوا عليا إيه؟ لو أنا في مدينة مثلا في مكان حضري مكان في الحضر ينفع أروح أجيب 100 ناقة من الريف ولا من الصحراء وأقوم جايبهم في المدينة في الحضر وأقول له خد أدي الدية؟ ده هو الشرع هنا قدر القيمة بحصرها بمئة ناقة ليه النوق؟ لأن العرب كانت تحب البعير كانت تحب الجمال ولذلك في, في سورة الغاشية قال أفلا ينظرون إلى الإبل قدم ذكر الإبل على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال ليه؟ للعرب بتحب الإبل فالشرع الشريف أتى بالتقدير بالمقدار مما هو معهود عند العرب ليس معنى هذا أن نلزم بأن نخرج الدية بقتل في قتل الخطأ طول الوقت بأنها 100 ناقة، هنجيب 100 ناقة منين؟ إيه؟ ممكن ألف على البلد كلها ما ألاقيش 10 نوق، يبقى ما أدفعش الدية. أيضا مسألة الذهب. ايه هو معيار المال الذي يخرج تخرج عليه الزكاه 83 جرام ده حددها الشرع خلاص هل معنى كده ان اللي ما عندوش ذهب لا يخرج الزكاه ما هو ده اللي وقع فيه بعض الفقهاء المعاصرين ومنع اخراج الزكاه على الاموال النقود الورقيه النقود الورقيه اللي هي اللي زي الدولار وال20 دولار والكذا ده قالوا ما فيش زكاه لماذا لانه ليس مالا لم يرد فيه نص وهذا قصور فهم و يعني بعد عن المقصود من تحديد المقدرات من قبل الشارع الحكيم فالشرع هنا في في الكفارات، في النزور في ال الديات، في حتى في زكاه الفطر وفي الزكوات الاخرى، الشرع يحدد المقدار ولا يحدد العين. وهذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من غير الاصناف. خلاص؟ وقبل من معاذ ما لم ينص عليه النبي عليه الصلاه والسلام، معناها ايه؟ معناها يعني الصحابه نفسهم سيدنا معاويه وسيدنا عبد الله بن عباس قالوا عن القمح نصف صاع. لما هو كان قال صاع 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 من تمر صاع من شعير يبقى النبي بيقصد ان هو صاع من كل حاجه لا لان القمح كان اغلى من الشعير من التمر لما جاء ان المسلمون في عهد علي بن ابي طالب رخصت قيمه القمح فعلى على المخرج من القمح وجعله صاعا معناه ايه الصحابه فاهمين ان المقصود هو المقدار وليس العين التي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام فاذا القيمه جائزة بالعكس أنا أرى أنها هي الأوفق الآن وهي التي تتسق مع صحيح السنة ومع مفهوم السنة ومع مقصود السنة في هذا الأمر إخراج زكاة الفطر مالا يعني هي التي تعبر عن السنة وعن مقاصد السنة في زكاة الفطر في كثير من البيئات. طيب إذا كانت هناك بيئة يصلح لها التمر، يصلح لها الرز، طلع ما في مشكلة، احنا هنا لا نمنع بالعكس احنا بنقول الانفع للفقير هنا يخرج لكن السائد الان في عموم الناس هو المال هو الذي ينتفع به الفقير هتقول لي يا اخي النبي لم يخرج ماله ده قول النبي وده قول فقهاء نتبع مين مش كده هم الفقهاء دول بيجيبوا منين بيجيبوا من الشارع نعم بيجيبوا مثلا من هواهم من تشهيهم لا هم بيجيبوا برضه من الشرع الشريف والصحابه نفسهم قبلوا هذا وقبلوا اقل من صاح في بعض الحبوب معناها النبي صلى الله عليه وسلم راعى المقدار ولم يراعي الـ الـ الصنف او العين المذكوره نعم اذا دكتور عرفنا انه ربما يكون الاوفق للفقير الان اخراج القيمه او لعل الانسان يبحث في حال الفقير ويخلص ما يراه لا. اصلح لا. وانفع الفقير. نعم. وعلينا نعم. عفوا علينا ان نلتزم بآداب الخلاف نعم لان مثل هذه القضايا الخلافيه تجعل المسلمين يتدابرون ويتقاطعون انا اعود جدل في سميح وهو جدل فيا أنا أقول له يا أخي النبي قال كذا، وهو سميح يقول لي والله في الفقهاء قالوا كذا وفهموا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد العين، أقول له لا أنت أنت خارج على السنة وأنت مبتدع وأنت أوم خلاص بيني وبين سميح أصبح قطيعة. طب ليه؟ يعني خلاص ما دام في فقهاء قالوا هو أبو حنيفة ده إيه؟ أبو حنيفة الإمام الأعظم. الإمام الأعظم وأصحاب أبي حنيفة أيضا قالوا بهذا الرأي. البخاري قال بهذا عمر بن عبد العزيز هو قول في مذهب خامس الخلفاء الراشدين و... وروايه في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام ابن تيمية عند الحاجة وابن القيم تابعه في هذا وابو ثور والثوري وعدد كبير وابن حبيب من المالكية وبعض ال... 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 الشافعي هناك آراء كثيرة موجودة دلت على أن إخراج القيمة لا ينكر ولا إنكار في المختلف نعم دكتور الآن القيمة كيف نقدر القيمة؟ القيمة كما قلنا النهاردة 2 كيلو ونص من التمر يسوي كده 2 كيلو ونص من الرز نعم ما مقدر. هو المرجع إذا؟ يعني ما هو المرجع الآن هل سنقيس على التمر أم على الرز؟ والرز نفسه هل على الرز المصري أم رز البسمتي؟ كل يعني كل الأصناف دي جائزة ما هو المقياس أو المرجع فيها؟ المقياس يعني هناك هناك هل المقياس يا دكتور عفوا أيوه المقياس هو ما آكله أنا يعني <applause> إذا كنت أنا آكل في بيتي الرز البسمتي فأنا أقدر القيمة بالرز البسمتي مثلاً يعني ما هو المرجع في هذا؟ المر... المرجع في هذا المسألة ليست محسومة حسما واضحا في هذا الموضوع وإنما الأصناف دي كلها موجودة كل الأصناف دي موجودة ونقيس عليها ونخرج القيمة اللي عايز يطلع يقيس على التمر يطلع اللي عايز يعمل على الرز البسماتي يطلع على الرز البسماتي اللي عايز يطلع على على الأقط اللي هو الجبن اللبن المجفف اللي بيتعمل بعد كده ويطلع جب أجبان يطلع عليه 2 كيلو ونص جبنه يعملوا كام وهكذا ولذلك وزارات الاوقاف ودور الافتاء في العالم الاسلامي تنبه المسلمين على القيمه في في كل عام من من الاعوام طيب دكتور يعني لو اردنا ان نفصل في هذه تحديدا نحن الان نتكلم عن الوجوب والاستحباب فيما يتعلق بالاغنياء والفقراء يعني هل م. الان هل يستوي الذي سيخرج قيمه اذا كان غنيا وياكل من اصناف طعام معينه هل يجب عليه ان يخرج قيمه ما ياكله من اصناف الطعام ام يكفي في حقه انه يخرج قيمة الاصناف العادية ربما الرخيصة طيب هذه هذه المسألة مسألة ماذا يخرج المزكي؟ يخرج من أوسط ما ما يأكل ان كان عنده قدرة وبياكل رز بسمتي بدل الرز العادي يطلع من الرز البسمتي أو قيمة الرز البسمتي ان كان هيطلع القيمة ووزارات الاوقاف ودور الافتاء في العالم الاسلامي بتحدد القيمة كل سنة فاحنا نتابع هذه هذه الهيئات وفي نفس الوقت من اراد ان يزيد الباب مفتوح حتى يخرج من اي شك او من اي خلاف او من اي سؤال او من اي نزاع لان الانسان المفروض الانسان المسلم يكون يعني محتاطا لدينه لا يترك مجالا للقيل والقال ولا للشك في نفسه يريد لان دي عباده لله وانا اريد ان يتقبل الله تعالى صومي والا يعلق بين السماء والارض والا يرد علي فانا اخرج اخرج نفسي خارج الخلاف وأخرج من زكاة الفطر ما يجعلني مطمئنًا أني أديت حق الله تعالى وحق الفقير والمسكين. جميل يا دكتور، الآن م. نحن نتكلم عن زكاة الفطر تخرج أو تكون مستحقة للفقراء والمساكين كفاية م. لهم عن السؤال في يوم العيد. فيما يتعلق بإخراجها للآباء أو الأبناء أو الأقارب نعم. لهذه الدرجة اللاسيقة أو الشديدة هل يجوز إخراج الزكاة لها؟ لا لا يجوز إخراج الزكاة لا للأصول ولا للفروع وهذا مما تتفق فيه زكاة الفطر مع, زكاة. مع الزكاة الزكوات الأخرى أن الزكاة لا تجوز لا على الفروع الإبن وإن نزل الإبن والحفيد وكذا ولا على الأصول الأب والجد وإن على والأم والجد والجدة وإن علت لماذا؟ لانه انت اصلا بتخرج عن دول لا. هم دول اللي مسؤولين منك انت بتخرج عنهم والا هتبقى بتخرج لنفسك ان اخرجت لهؤلاء لكن مثلا الاخ الاخت ان كان كانوا فقراء ومساكين لا يجدون فهم اولى ويقول لك اجران في هذه الحاله اجر صلاة الرحم واجر الزكاه العم الخال الخاله العمه الصديق الجار كل هؤلاء يجوز الاخراج لهم وهم اولى من غيرهم ولك اجرا في هذه الحاله ان شاء الله طيب دكتور هل يجوز اخراج الزكاه خارج البلد ام انه هي يعني يكون البحث فيها في اطار اهل البلد و... لا الاصل ان الزكاه كل الزكوات زكاه الفطر وكل الزكوات وخصوصا زكاه الفطر تخرج لاهل البلد لاهل المحله الا اذا لم يجد فقيرا او مسكينا في هذا البلد في هذه الحاله ينتقل الى البلد المجاور لها او هو عنده يعلم في بلده الاصلي الذي هو غادره وهجر وهجر عنه يعلم ان هناك فقراء ومساكين لا يسال عنهم احد، لا يصل اليهم احد، ففي هذه الحاله اذا امتنع وجود فقراء ومساكين في المكان الذي يقيم فيه فليوجه زكاته خارج بلده بحسب المصلحه بحسب ما يعلمه هو. جميل دكتور هل هناك ما تريد أن تضيفه حضرتك فيما يتعلق بأحكام زكاة الفطر نعم والمقاصد و... <applause> يعني زكاة الفطر بشكل عام عبادة من أعظم العبادات التي تتجلى فيها معاني الإيمان ومعاني التطهير ومعاني النماء والبركة ومعاني إدخال البهجة والسرور على المسلم. الدين ديننا ديننا دين الإسلام دين فرح دين سعادة يريد للناس أن يفرحوا يريد من الناس أن يتطهروا من نقصهم ومن ذنوبهم وآثامهم فنزلت زكاة الفطر وفرضت زكاة الفطر وشرعت من أجل كل هذه المعاني وإذا تأملنا في أي فريضة من فرائض الإسلام في الزكوات الأخرى سنجد أن نفس المعاني موجودة فيها معاني تطهير المال تطهير النفس من الشح والرفس واللغو وإسعاد الناس سد حاجات الناس قضاء مصالح الناس الإسلام نزل لمصالح الناس فنحن نريد ان ننظر الى الاسلام بهذه من هذه الزاويه وبهذه النظره ان هذا الاسلام نزل لصالح الناس لاسعاد الناس لمصالح الناس ما انزلنا عليك القران لتشقى وهذا يزيدنا عزا بالاسلام وفخرا به وتمسكا به وحبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا هذا الشرع الشريف من خلاله وحب لله الذي فرض علينا هذه الفرائض لمصالح تعود علينا لا لمصالح تعود عليه سبحانه وتعالى. نعم فلله الحمد والمنه على نعمه الاسلام وعلى يعني ما فرضه علينا من امور هي في صالحنا في هي في صالحنا في المقام الاول نعم. الى هنا ايها الاحبه الكرام نكون قد جئنا الى نهايه هذه الندوه وانتهينا من تناول آه زكاة الفطري الحكم والمقاصد كذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بها أقدم جزيل الشكر لفضل الدكتور بلغة على بلغة وقته بلغة وعلى ما قدمه لنا في هذه الندوة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من العلم النافع آه. وأن يتقبله منا ويجعله في ميزان حسناتنا آه. وكل عام وأنتم بخير والحمد لله في البدء والختام.